الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من لوكيشن. الترند خلال الاسبوع اللي فات كله كان على مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري. وجه السيد الرئيس بتوفير تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفايده 3% وتقسيط لحد 30 سنه. شروط المبادره للناس اللي بتسال هي ان الوحده ما تزيدش عن 350 الف جنيه، ده المحدودي الدخل، ومليون جنيه لمتوسطي الدخل، والقسط يكون 1127 جنيه على 30 سنة، وإن تكون الشقة متشطبة تشطيب بالكامل. وآخر حاجة، المبادرة هتكون بحوالي 100 مليار جنيه وهتكون متاحة خلال الأيام اللي جاية. خلينا نعرف أكتر عن المبادرة ونشوف الشروط بتاعتها. معايا على التليفون المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. تعليقك ايه على المبادره، وشايف ازاي هتحل مشاكل الاسكان في مصر، وهيكون ايه تاثيرها على السوق العقاري؟ بص، اول حاجه يعني كان منظومه التمويل العقاري غير مفعله سابقا، وبسبب سعر الفايده. سعر الفايده الجديد الذي تم الاعلان عنه 3%، طبعا 3% ده سعر غير مسبوق بالنسبه لسعر الفايده، وهيساعد اكيد لتنشيط السوق لمثل هذه النوعيه. الفكره كلها ان الدوله كانت بتدعم محدود الدخل بمبلغ كبير جدا، يمكن 700 500 الف جنيه، 400 الف جنيه، لان كانت بتديله الوحده فعلا كان سعرها، كانت بتدعمه بالارض، بتدعمه بتكلفه البناء. النهارده كمان بتدعمه بسعر الفايده. الفكره كلها هي النهارده يمكن القطاع الخاص اعتقد ممكن يشتغل على الفئه اللي هي المتوسطه، اللي هي لغايه مليون جنيه. اعتقد دي الفئه دي هي دي اللي ممكن يشتغل معاها القطاع الخاص، بس لسه مش عارفين سعر الفايده برضه للفئه المتوسطه ده هيكون 3% برضه ولا ممكن هيزودوها شويه. احنا كل الشروط دي كانت اعلن عنها نائب محافظ البنك المركزي في حديث تلفزيوني. خلينا ننتظر لما الشروط تطلع مكتوبة، تطلع رسمي من البنك المركزي، عشان نقدر نشوف القطاع الخاص هيقدر يشارك في هذه المبادرة ازاي. انت عارف العامل بتاع تكلفة الارض النهاردة وتكلفة البناء في ظل السوق الحر وفي ظل ارتفاع اسعار الاراضي بالذات، بقى النهاردة عشان توصلي لسعر مناسب لواحد متوسط 40 جنيه بقى تحدي، وعايز يكون يعني المطور او يكون افيشن جدا عشان يطلع التكلفه دي ويحقق منها ارباح لنفسه. ولكن الميزه اللي هتتحقق للمطور هي يكون في البيع السريع والانتاج السريع فيها. هي دي يمكن النقطه اللي فيها، يعني الانتاج، يعني بمجرد ما يقدر يعمل بريدج فاينانس عشان يقدر يمول الوحده ويشطبها في حدود سعر مليون جنيه، هيلاقي في عدد كبير جدا 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 راغب السكن. صحيح. اللي هو شريحه كبيره، يعني القطاع الخاص لو كان بيشتغل قبل كده على 5% او 10% ممكن يشتغل على 30 40% من الطلب الموجود في السوق. هل في طلبات المفروض تكون موجوده علشان المبادره دي تنجح يا فندم؟ بالتاكيد في طلبات. النهارده احنا بنتكلم على مليون أسرة سنويا بتتكون، حالة زواج بتتكون كل سنة، بنتكلم على طلب سنوي 500,000 وحدة للسكن. من ال 500,000 وحدة دهوت احنا بنتكلم على اللي بيتبنى كل سنة 300,000. فطبعا في طلب أكتر من العرض بكتير جدا، وأكيد لو المبادرة دي فعلا تم تفعيلها وكان سعر الفايدة والشروط بعد ما تطلع رسمي هتواكب القطاع الخاص، اكيد هتوسع السوق جدا وهيستفيد منها شريحه كبيره جدا من السوق، والقطاع الخاص هيستفيد منها كويس جدا انه ينتج هذه النوعيه من الاسكان للفئه اللي هي غير قادره واللي هي ما كانش حد بيهتم بيها. اعتقد القطاع الخاص يقدر يوسع هذه الفئه كبيره بنسبه كبيره جدا. صحيح. ايه الاختلافات بين المبادره دي والمبادره اللي فاتت؟ المبادره اللي فاتت او سعر الفايده كان بتتكلم على 8% يمكن او 10%، نمره 2 كانت بتتكلمي في مساحه الوحده كان فيها شروط 150 متر،
كان السعر لغايه 2.25 مليون. يعني نوعيه اكبر شويه. فمساحات الوحده اعتقد المساحات هتختلف تماما علشان يقدر ينتج سعر الوحده بمليون جنيه. مهندس فتح الله فوزي، انا بشكر حضرتك جدا. الاسبوع اللي فات كلنا سمعنا عن دخول اللاعب الكبير احمد حسن والفنان الكبير محمد فؤاد في مشروعات في العاصمه الاداريه الجديده، وده طبعا بيأكد ان العاصمه الاداريه بقت اول مكان قدامك انك انت تفكر انك تستثمر فيه في العقارات. الفنان محمد فؤاد دخل في العاصمه الاداريه كشريك في شركه اسمها فور سيزن جروب اللي عملت لونش المشروع الجديد بتاعها في العاصمه الاداريه الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف ليه اختار محمد فؤاد الاستثمار في العاصمة الإدارية، ونشوف مع بعض إعلان المؤتمر عن المشروع الجديد، ونرجع لكم تاني. خليكم معانا وشوفوا التقرير. البلد كلنا شايفين إنها بتتبني، كلنا فرحانين باللي بتتبني، كلنا معدين على حاجات كنش بخيالنا إن إحنا نشوفها. بدعو كل الفنانين، أي حد بدل ما يطلع فلوسه بره أو يعمل أي نشاط أعتقد إنه لا يفيد البلد ديا، وأعتقد كل المجموعة اللي معايا ناس أفاضل جدا بيتمنوا الخير أفضل يعني أكتر من محمد فؤاد، ونفسهم يستثمروا بشكل مشرف للبلد ديا، وإن شاء الله ده بدايات لحاجات جاية كتير إن شاء الله. حط فلوسك في بلدك هتلاقي المردود كويس جدا، لأن دي بلدك يعني، أحسن ما تحط فلوسك في حتة تانية أو تعمل مشروع في حتة بره مصر، لا أي قرش معاك استثمره في مصر. بعد ما شفنا مؤتمر الإعلان عن المشروع الجديد لشركة فور سيزن جروب، خلينا نعرف أكتر عن المشروع. معايا على التليفون الأستاذ مايكل أسيوتي، رئيس مجلس إدارة شركة فور سيزن. أستاذ مايكل مساء الخير. أولا مبروك على المشروع الجديد، وخلينا نعرف من حضرتك شوية تفاصيل عن المشروع. الله يبارك فيكي، ميرسي خالص. احنا المشروع بتاعنا دوري 5 في منطقه الار 8. المشروع عباره عن كومباوند ان شاء الله يكون كامل الخدمات. عاملين اكبر، عاملين لاندسكيب، عاملين سنتر بارك، وعاملين المراحل كلها متصله ببعض، خمس مراحل بتوع المشروع. المشروع عاملين فيه افكار جديده، عاملين فيه روح مختلفه، رابطين المشروع كله ببعض. عاملين يعتبر اكبر سنتر بارك موجوده في العاصمه الاداريه. عاملين فيه مول تجاري هيكون فيه جواه هايبر ماركت، وجواه سينما وعيادات طبيه، وهيكون فيه مكاتب اداريه. عاملين ديزاين فرنسي مودرن. اوريدي احنا عاملين حاجه مختلفه يعني. اسعار المتر بتبدا من كام؟ احنا فاتحين باب الحجز والبيع بسعر متر بيبتدي من 8500 جنيه. انتوا بتنفذوا خمس مشاريع في العاصمه الاداريه، يعني نقدر نقول ان ده دليل ان افضل استثمار دلوقتي، ولا ايه السبب؟ طبعا العاصمه الاداريه تعتبر اكثر منطقه خططت بشكل يشجع اي مستثمر ان هو يستثمر فيها. منطقه مميزه، مكتمله الخدمات، المنطقه فيها كل حاجه العميل ممكن يحتاجها. فعلا يعني هي تعتبر جمهوريه ثانيه لينا. فلا العاصمه الاداريه من اكبر المناطق الاستثماريه اللي موجوده دلوقتي. دخول شريك زي النجم محمد فؤاد، شايف ان ده بيأكد ثقه على القطاع العقاري؟ طبعا يعني فؤاد موجود في كل بيت، وفؤاد موجود في كل حته. فؤاد مواطن مصري بجد، اضافه لاي مكان، اضافه لاي مشروع. وطبعا هو ده طبعا بيدي ثقه، وده مش اول مشروع ليا يعني. طب خليني اسالك سؤال اخير. هو كمان حابب يعني يوصل رساله برضه ان مصر الفتره دي بتترسم خريطه للاستثمار في الوطن العربي كله بالكامل، ولازم كلنا نستثمر، وكلنا ان احنا نشجع الاستثمارات. وهو في المؤتمر الصحفي كان بيناشد كل الفنانين
وكل الناس ان هي تستثمر في بلدها وتستثمر في العاصمه، بالاخص العاصمه الاداريه. استاذ مايكل اسيوطي، بالتوفيق دايما، وبشكرك جدا على المداخله دي. بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نطلع فاصل، تعالوا نروح نشوف بروكر ايفنت عملته شركة ماستر جروب اللي بتنفذ مشروعين ذا سيتي وسيتي اوفال في العاصمة الإدارية، وكمان هتعلن عن مشروع اوفال تاور الجديد الفترة الجاية علشان توصل بمشاريعها في العاصمة الإدارية لثلاث مشاريع. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. ان يبقى في ظهرك شركات تسويقيه قويه، دي اللي بتقوي قلبك ان انت تقدر تخش في مجال الاستثمار العقاري وتاخد مشاريع. باداره قويه وشركات معانا في ظهرنا، دي بالنسبه لنا حاجه احنا بنفتخر بيها في السوق العقاري في مصر وبره مصر. في ايدينا في ايدين بعض وكشرفاء نجاح، وشرفتونا النهارده. ذا باور اوف ديب روتس طلعنا منه بسلوجان بتاع الايفنت بتاع النهارده اللي هو ديب روتس سترونجر بيز. عشان نبقى الجذور بتاعتنا قويه وعميقه، لازم يبقى فيه بيس قوي نتسند عليه ويبقى موجود معانا في كل نجاح. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في اللوكيشن، وهنتكلم في فقرتنا دي عن ازاي نختار مهندس الديكور ونبقى ضامنين اننا هنستلم فعلا الشغل بالجودة اللي احنا عايزينها، وازاي اتطورت التصميمات الداخلية الفترة الأخيرة. كل دي حاجات هيقولنا عليها المهندس وضيفي النهاردة، المهندس محمد بدر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ام بي ديزاينز. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا رجل. اولا انت منورنا لوكيشن النهاردة، وانا عايز اغير اللوكيشن بتاعي بس هاجي لك قريب. تنوري في اي وقت. خلينا نتكلم دلوقتي بقى في شركات او مهندسين ديكور كتير قوي، واحنا كمان بقينا مهتمين بده ومهتمين بالاضاءه والديكور والحاجه اللي تريح نفسيتي، وبقينا نفهم الثقافه دي الفتره الاخيره. يعني شايف ازاي اختار مهندس الديكور اللي اتعامل معاه؟ مساء الخير عليكي طبعا اولا. وماي بليجر ان انا ابقى اضيفكم النهارده. الحقيقة اختيار مهندس الديكور ليه عوامل كتيرة جدا. طبعا بيعتمد على حاجات كتير. احنا مش عارفينها العوامل. انا هشرح لك العوامل يعني سريعا، يعني لان طبعا المجال بتاعنا فيه تفاصيل كتير قوي. وبيعتمد برضو على نوع المشروع، اذا كان مشروع سكني او مشروع تجاري او مشروع ترفيهي، بيفرق كل حاجة عن التانية.
في الحقيقة في الاندستري عندنا في المجال بتاعنا تخصصات كتيرة جدا، في ناس متخصصة في جميع المجالات، اشتغلوا في جميع المجالات، ترفيهية وسكنية وفندقية وسكنية وإدارية وهكذا، وفي ناس متخصصة في حتة واحدة أو في جزئين مثلا منهم، زي سكني مثلا وتجاري بس، أو تجاري فقط لا غير، أو إداري فقط. فأنا بنصح أي حد إن هو قبل ما يختار مهندس ديكور لازم يبقى فاهم كويس قوي نوعية المشروع اللي هو داخل عليه، أو يعمل له زي تفصيلة كده دراسة عشان يعرف يختار صح، ويبدأ يعمل بحث في السوق عن المتخصصين في هذا. بتشتغل على مشاريع كبيرة. الحقيقة احنا بنشتغل MB Designs تصميمات واستشارات هندسية، وبنشتغل على مشاريع starting من الاركيتكتشر لغاية الانتيرير والبرودكت ديزاين والكونسلتنسي زائد البراند ديزاين. فعندنا مشاريع كبيرة جدا في العاصمة الإدارية، وعندنا في التجمع، وعندنا في زايد، وعندنا في حتت كتير، زائد مشاريع بقى يعني متنوعة سكنية وتجارية وترفيهية وإدارية وهكذا. فمهم قوي اللي عنده مشروع يبقى عارف طبيعة المشروع ده إيه عشان يعرف يختار صح، يحط عناوين رئيسية هو محتاج إيه في المشروع ده بالظبط، عشان يعرف يختار المصمم المظبوط للمشروع بتاعه. مهم جدا يتواصل مع المصمم ده، يعرف خبرته قد إيه، إيه نوعية المشاريع اللي عملها قبل كده، يقعد يتفرج عليه، ولازم يتواصل معاه كمان فيس تو فيس. دي عشان الراحه النفسيه بشويه. دي تفرق كتير. دي تفرق كتير الحقيقه. اول ما بتتخلق راحه نفسيه ما بين العميل وما بين المهندس، نسبه نجاح المشروع بتعلى. قصدك ان هما بيفهموا بعض فبيقدر يستوعب منه هو محتاج ديزاين شكله ايه مثلا، إن هم او يفهموا بعض. اولا العميل لما بيدي الثقه للمهندس اللي قدامه، دي بتفرق كتير. المهندس او المصمم بيقدر يبدع مظبوط كويس قوي، بياخد كل الريكويرمنتس بتاعته من العميل مظبوطه، وبيترجمها من ناحيه تصميميه وفنيه وهندسيه بدقه شديده جدا، فبترضي العميل في الاخر. بس المهم تبادل الثقه ما بين العميل وما بين المصمم، دي حاجه مهمه قوي قوي قوي. طب ايه الحاجه اللي تبقى ناقصه في مصمم الديكور او الشركه عموما لو لقيتها ما روحش اكمل مشروعي هناك؟ تعتمد على سابقه الاعمال بتاعته. ان هو لما هيروح للمهندس او المكتب التصميمات ده يبقى اطلع على سابقه الاعمال بتاعتهم او بتاعته لفتره وجيزه، وعمل حاجات كتير قوي موجوده في الماركت، وراح شافها بعينيه، فشاف الجوده بتاعت التصميم، شاف الفكر شكله عامل ازاي، شاف جوده التشطيبات، دراسة المكان واستعمالاته، اختياراته للخامات المستخدمة، وهكذا. الحتة دي مهمة قوي، سابقة الأعمال دي اللي بتفرق مصمم عن مصمم، وكمان بتدي ثقة للعميل أكتر إن هو رايح لمكتب أو رايح لمصمم عنده قوة في الحتة دي بقالها مثلا أكتر من 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، فمشي في الليرنينج كيرف بتاع البروجيكتس، فعنده خبرة قوية، فيقدر يتفادى الأخطاء اللي ممكن يقع فيها لوحده أو مع مصمم لسه بادئ بقاله سنة أو سنتين. شايف إن مكاتب الديكور الفترة الأخيرة بدأت إن هي تطور من نفسها؟ بقوة. الحقيقة أنا يعني طول عمري I believe إن إحنا عندنا عقول مصرية من أخطر ما يكون. صحيح. الحقيقة. بس للأسف مش باينين، مش ظاهرين في المجتمع. والمجال بتاعنا بقى فيه اكتيفيتيز بتحصل بقالها اكتر من 2-3 سنين كده، نقدر نقول ان المشاريع الجديده وفرت ده لمكاتب الديكور، اديتهم مساحه ان هم يطوروا من نفسهم ويتحركوا. بقى في وعي كمان في السوق، بقى في وعي يعني ايه تصميم، يعني ايه اروح لمهندس او مصمم يديني فكره جديده، يخلق لي مشروع بشكل مختلف. صح. يميز المشروع بتاعي عن نفس المشروع اللي اتعمل قبل كده مثلا من 1 أو 2 سنين وهكذا. فالحقيقة المفهوم ده ما كانش موجود من 20 سنة، كان موجود بس مش بالطريقة اللي موجودة دلوقتي. دلوقتي الإكسبوجر بقى أعلى بكتير، الانفورميشن بقت موجودة في كل حتة، تقدري توصلي لأي معلومة بمنتهى السهولة، بقى فيه فهم وبقى فيه نضوج قوي جدا في الحتة بتاعت التصميم دي
في المرحله اللي احنا ده للعميل ولا المكاتب الديكور؟ للاثنين الحقيقه. للاثنين. انا بس انا لما بدخل اعمل سيرش بتوه برضو، محتاجه فعلا مكتب او مهندس يساعدني في اختياري. ده برضو ده يعتمد على نوع المشروع. فدايما لما تيجي تعملي في كي ووردز مهمه جدا اللي تحطيها وانت بتبحثي عن المكتب على حسب طبيعه المشروع اللي انت بتدوري عليه. طب خلينا يا باشمهندس نمسك مشروع كده مع بعض، حبه سكني ولا تجاري؟ زي ما انت عاوزه براحتك. يعني انا هميل للسكني طبعا. اتفضلي. طيب لو انا دلوقتي عندي مشروع سكني وجيت لك، هتعمل لي فيه ايه تصميم من الخارج ومن الداخل، او ايه اللي يبسطني كعميل؟ لا مش هو الموضوع، مش ايه اللي يبسطك، هو الموضوع ان انا لازم اقعد معاكي اكتر من سيشن او اكتر تفهم من قعده، تفهم شخصيتي، افهم شخصيتك كويس قوي، بحب ايه مثلا، اعرف انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، ايه الحاجات اللي انت عايشه فيها دلوقتي وما بتحبيهاش وعاوزه تتفاديها ما تحصلش في البيت الجديد، نفسك في ايه او بتحلمي بايه، ايه الخامات اللي انت بتحبيها وايه اللي ما بتحبيهاش. عندنا حاجه كده اسمها ديزاين سيشن، بنقعد مع العميل بنقعد معاه تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات كده، زي ايه لثلاث اربع مرات صح؟ لا هما بيبقوا تقريبا مرتين. أوكي. بناخد منه كل المعلومات، طلباته ايه بالظبط، وبنبدا احنا نترجمها بقى من ناحيه تصميميه، من ناحيه الفانكشن البراكتيكاليتي، هيستخدم البيت ازاي، هيعيش فيه البيت ازاي. ومن احد الحاجات المهمه قوي في السيشنز اللي احنا بنقعدها مع العميل دي، هي اصلها فيها حته سايكولوجي كده، مهمه قوي ان المصمم بيبقى فاهم شخصيه الكلاينت. لان من احد الحاجات المهمه ان انا اترجم الشخصيه بتاعتك في بيتك. طيب انا بقى بحب الطبيعه. احكي لي عن بيتي. ممكن اعمل ايه في بيتي؟ احس ان انا عايزه محتاجه ابقى فرحه نفسيه مثلا، وقاعده مش محتاجه ان انا اتجه فعلا للطبيعه، انا عاملاها في بيتي. دي بتعتمد بقى، بناخدها في الحته بتاعه النيتشر اكتر. دايما الكولر سكيم اللي احنا بنستخدم اي حاجه ليها علاقه بالنيتشر. فاحنا انسبايرد بالنيتشر في ايه؟ عندنا الجبال وعندنا البحر وعندنا الغابات وعندنا الاصفر والازرق كل بقى الجريدز بتاعه الالوان دي كلها. تمام. زائد الخامات الطبيعيه اوريدي اللي موجوده في الطبيعه، زي الاخشاب والرخام والاحجار وي وي والحاجات دي، كل ده بنعمل زي ليست كده بكل الماتيريالز دي، وبنبدا نخلق او بنفكر ازاي هنستخدمها على الحيطان وعلى الارضيات وفي الحمامات وفي الريسبشن وفي الليفنج. بس مهم قوي يبقى فيها بالانس وفيها هارموني في كله مع بعضه، وبتنقل وبتعكس شخصيتك. يعني مهم قوي ان انت تخشي البيت تحسي ان هو بتاعك، بتاعك صح، مش بتاع المصمم صح. دي حاجه مهمه جدا. زائد تحركاتك في البيت برضو تبقي مرتاحه، ده برضو جزء من المصمم الشاطر، ان هو يخلق ايدنتيتي واحده او كاركتر واحده في البيت كله. ما يبقاش النقله من زون لزون تبقى قويه قوي فتحسي ان انت خرجتي بره الاتموسفير بتاعه. وبرضو من الحاجات المهمه قوي، البيت من الاماكن اللي صعبه في التنفيذ، لان انت طول النهار لو انت امراه عامله او رجل عامل طول النهار في الشغل وتحت ستريس الشغل وتحت بريشر، فلازم نخلق اتموسفير في البيت ياخد نفس كده، اول ما يخش البيت يحس بالراحه النفسيه، وكل البريشر وكل النيجاتيف فايبز اللي موجوده عنده ثرو اول ذا داي خلاص خرجت بره، الطاقه السلبيه دي كلها خرجت منها. ده كده بمنتهى البساطه يعني. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، ايه التصميمات اللي هي منتشره او بتطلب كتير قوي الفتره دي؟ اللي منتشر قوي اليومين دول اللي احنا بنسميه في الاندستري عندنا كونتمبري. كونتمبري هو التصميم العصري، اللي هو فيه بسطهولك اكتر يعني عشان أيوة. ما تخشش في ديتيلز كتيره، اللي هو بساطه المودرن وشياكه الكلاسيك، بنعمل بالانس ما بين الاثنين. ده الستايل اللي منتشر الحقيقه في الفتره دي، وده اللي بيقعد فتره كويسه ما بتزهقيش كمان منه، لان بيبقى فيه بالانس وبيبقى فيه هارموني ما بين التو ستايلز المودرن والكلاسيك، فده اللي منتشر دلوقتي يعني. طيب خليني اسالك سؤال عن الاضاءه، يعني احنا عرفنا برضو او فهمنا الفتره الاخيره ان الاضاءه مهمه جدا جدا في البيت والمكاتب وفي كل حته عموما يعني.
ترشح لنا ازاي؟ عنصر الإضاءة، في عندنا عنصرين مهمين ليها علاقة بالإضاءة. أنا اكتشفت إن في إضاءات ممكن تطفي حاجة، تولع حاجة، تغير شكل البيت تماما. ده يعني مظبوط، دي حقيقة فعلا. في اتجاهين للإضاءة، في الإضاءة الطبيعية، نور ربنا اللي بيخش البيت، الشمس طبعا. ده جزء كبير قوي من دراسة في البيت، مهم قوي ان المصمم يبقى دارس البيت كويس قوي، ودخول الإضاءة بتخش منين، الشمس بتخش منين وبتغرب منين، دي مهمة قوي، لان ده بيفرق في الزونينج وطريقة الفرش بتاعة الليفينج روم او بتاعة الريسبشن او بتاعة المطبخ وهكذا. زائد الإضاءة الاندستريال بقى، واحنا بنقول عليها السبوتس او الاندايركت لايت او النجف وهكذا. الإضاءة من الحاجات المهمة اللي بتغير مود البني آدم في البيت في لحظة. في بقى تونز كتيرة للإضاءة، دراستها إنها تنور الحيطة أو تنور الأرض أو تنور أرت ورك أنت حطها على الحيطة أو تنور زون معين عشان يديكي إضاءة كافية تقدري تتحركي بيها. فده علم لوحده تماما، وليه مصممين وليه مهندسين متخصصين في القصة دي، بنشتغل معهم في بروجيكتس كبيرة، لأن بيفرق كتير قوي في طريقة استخدام الفراغ اللي احنا بنتعامل معاه. وبيفرق مع نفسية الإنسان اللي بيتعامل مع المكان كتير جدا. يا إما الإضاءة تطلع زيادة قوي فيضايقك فتحس إن في حاجة مش مظبوطة فما بتحسيش براحة نفسية، يا إما الإضاءة تبقى دمت زيادة عن اللزوم فتحسسك بكآبة. فالحتة دي دراسة علمية قوية جدا، في ناس كتير قوي بتفقدها الحقيقة في دراستها لفيلا أو لشقة أو لمطعم أو بتفرق طبعا على حسب يعني. صح. نوع الإضاءة بتاع البيت مختلف عن نوع الإضاءة بتاع المكتب والمكان اللي أنا هشتغل فيه، عن نوع الإضاءة بتاع حتة مثلا أنا هتغدى فيها أو هتعشى فيها أو الترس لو أنا قاعد في الجنينة. فده علم، ده مهم قوي، وأنصح ناس كتير قوي من العملاء إن ما يستهونوش بيه، إن هم يهتموا يهتموا موضوع الإضاءة ده، لأن بيفرق كتير، لأن بيعمل البيت حلو قوي، ولما يجي يعيش في البيت يحس إن في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مفقودة، يا إما الإضاءة زيادة عن اللزوم، يا إما دمد قوي فما بيرتاحش. فحتة الإضاءة دي الناس ما تستهونش بيها، كانش عندنا الثقافة دي بوضوح زي دلوقتي يا باشمهندس بصراحة. طب عايز أسألك سؤال تاني مهم جدا، الألوان. في ألوان بتديك راحة نفسية وألوان طبعاً تديك طاقة سلبية، صح كده؟ على حسب برضو الزون أو على حسب الفراغ اللي أنا بتعامل معاه. برضو لو المشروع إداري غير سكني غير مطعم غير محل ملابس مثلا، تفرق كتير. الألوان طبعا ليها عنصر وتأثير قوي جدا 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 على نفسية العميل بشكل عام، والتعامل كمان مع الفراغ بتفرق معاه كتير قوي، وعلى حسب كمان طبيعة المكان، إذا كنت أنا في بيت في مصيف ولا في بيت في مصر، ولا نوع الفراغ اللي أنا بتعامل معاه إيه، وبتفرق كمان نفسيا إذا كان بيضيف لي إيجابية أو بيضيف لي سلبية. صح. فبتفرق طبعا، ده موضوع مهم وليه دراسة برضو قوية قوي، وليه سايكولوجي بتفرق كتير، ودي بترفلكت كمان في الحتة بتاعت الديزاين سيشن اللي أنا بقولك عليه، لما بنقعد مع العميل وبنسأله بيحب إيه وما بيحبش إيه، وبنعمل شويه تريكس كده عشان نعرف ايه الالوان اللي بيحبها وايه يعني. ممكن لون يدي العميل طاقه سلبيه وفي نفس اللون لعميل تاني يديله طاقه ايجابيه طبعا. لكن مش محدده كالوان، احنا مصممين ودكاتره نفسيين ويعني كل حاجه الحقيقه. مهندس محمد انت نورتني النهارده، ميرسي جدا، وان شاء الله نشوفك في لوكيشن تاني. بشكرك جدا، ثانك يو، ميرسي لذوقك. مشاهدينا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم على طول. مكملين معاكم مشاهدينا، وهنتكلم في فقرتنا دي عن ابلكيشن اسمه الكلاب هاوس، اللي بيضم غرف كتير ممكن الناس تتكلم فيها في مواضيع مختلفة. من الغرف اللي اتعملت على الابلكيشن غرفة فيها مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بيتكلموا في كل ما يخص الاستثمار.
الغرفة دي أسسها أستاذ محمد علوي رئيس مجلس إدارة شركة هوم بيري للاستشارات اللي منورني طبعا في الاستوديو النهاردة. هنتكلم عن إيه أهداف أو إيه الهدف منها وإزاي بتفيد المستثمرين والناس عموما. مساء الخير. مساء النور. منورنا في لوكيشن. نورك. وعملت دوشة أنت في السوق أسبوعين على الكلاب هاوس. خلينا نعرف مع بعض كده أو أعرف منك أنت فكرت في ده إزاي أو عملته إزاي. بص يا رانيا، انا بقالي سنين عمري بحاول دايما اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى علمها للواحد عن طريق اي بني ادم الواحد بيحاول يعلمها لغيره. ومن هذا المنطلق بقالي فتره بعمل اي حاجه ريليتد ان سبيسيفيك تو ريل استيت، واي حاجه ليها دعوه برياده الاعمال وتعليم الغير كنت بعمل الفيديوز على لينكدين على فيسبوك، وكانت الفيديوز دي بعضها بيروح فايرل عشان بتبقى بتعلم ناس حاجه جديده وازاي يعرفوا يشتغلوا وبالذات في قطاع كمان المبيعات. ومن هذا القبيل كنت نفسي الموضوع ده ينتشر جدا، ولكن طبعا علشان خاطر مفيش صرف على الموضوع ده فبالتالي بتبقى مقصورة على عدد قليل من الألوف. لحد ما واحد صاحبي من حوالي صدفة، ما هياش بلان خالص، صدفة واحد صاحبي قال لي بقولك يا علوي، بما انك بتحاول تفيد الناس دايما وتحاول تعمل فيديوهات، في ابلكيشن اسمها كلاب هاوس. الابلكيشن دي بقت فايرل في العالم كله. الابلكيشن دي بتوصلك بكل العالم في نفس اللحظة لايف. انا ما رضيتش اقول ان هو جديد علشان انت قلت لي ان هو قديم. ده حقيقي، بس هو الجديد ده في منطلق في بالنسبه للتكنولوجي هو ما كملش سنه، فعشان كده بنقول تاني هو ظهر في الكورونا. هو بعض الشباب في امريكا بالزبط. عملوا زي شهر ابلكيشن شهر 4 اللي فات تقريبا، شهر 4 بالظبط في الكورونا، اللي هم ازاي يعرفوا يتكلموا مع بعض في روم ويبقوا قاعدين واخدين راحتهم، مش بس بقى مش زي زوم فيديو قاعد بقى مركز كويس قوي والكلام ده كله، لا انت ممكن تبقى قاعد في السرير، ممكن تبقى بتتفرج على التلفزيون وحاطط سماعه في ودانك وقاعد بتسمع الناس قاعده بتتكلم، وفي نفس الوقت لذتها ان انت اكنك قاعد على راوند تيبل، قاعدين شباب قاعدين بتتكلموا على سبجكت معينه مهمه في حياتكم، وفي الوف من الناس قاعده بتسمعكم، وفي نفس الوقت فيها حاجه اكنك بتعمل ريز يور هاند ان انت تخش لو عايز تسال سؤال والكلام ده كله. ومن المنطلق ده بدا يحصل رومز حوالين العالم من كبار رجال الاعمال في العالم كلها، في امريكا في اوروبا في حاجات كتيره جدا، بتلاقيهم عاملين رومز جايبين السيكتور جورو بقى اللي هو المعروف في الاندستري بتاعته، ويبتدي يدي للناس نصايح ويكلمها، والناس بطبيعه الحال تخش ممكن تساله سؤال دايركتلي اللي انت النهارده للاسف احنا عندنا لاك اوف انفورميشن ولاك اوف نوليدج رهيب، وعندكش صعب جدا يبقى عندك اكسس على رجال الاعمال والكلام ده كله. انت لما بتشوف حد اخرك بتصور معاه لكن ما تعرفش تاخد وتدي معاه صح. وتساله. ومن الحته دي من حوالي اقل من شهر جات لي الفكره، طب ليه لا ما اخشش واعمل روم ليها دعوه ان سبيسيفيك الانفستمنتس ومصر بيحصل فيها ايه وايه التطور اللي بيحصل في مصر وبالاخص الريل استيت، ان ده اللي شاغل دماغ كل المصريين المغتربين من بره مصر. وبالفعل دخلت على كلاب هاوس وبديت روم صغيره كده لذيذه سميتها ريل استيت توك ان ايجيبت، يعني بنتكلم على العقارات في مصر، وعملنا كلاب كده اسمه ايجيبت ريل استيت سوسايتي. وسبحان الله لقيت ان الموضوع في جاب مرعب من اول سيشن عملناها اوبن ديسكشن، الناس بتسالني انا عشان عندي خبره في الشغل من سنين عمر في حته العقارات سبيسيفيك، فالناس بتخش تسالني لقينا ان في جاب رهيب بره مصر، ناس من امريكا، ناس من ايطاليا، السعوديه، خليج، مستثمرين مصريين مغتربين، كل انواع وكل اطياف المجتمع، سواء مستثمر او اند يوزر او حتى مستثمر صغير بيدور اللي هو يشتري شقه صغيره، عايزين يعرفوا ان لقينا ان في lack of knowledge وفي انعدام للرؤيه الواضحه بالنسبه للناس ان سبيسيفيك اللي عايشين بره مصر. انت اكيد عارفه ان المصريين المغتربين بره اللي مسجلين حوالي 10 مليون، ما عندهمش معلومه تماما. انا طبعا حضرت وسمعت معاك، شايف ان ده هيفيد تصدير العقار؟ طبعا ده هو ده العقار نفسه، ده هو ده التصدير نفسه. ليه؟ اللي انت النهارده لو جيتي بصيتي على تصدير العقار، المطورين او الحكومه بتصدر عقار ازاي؟ عن طريق حاجه واحده بس، هي دي اللي واضحه، المعارض العقاريه بره. طب كم واحد عنده اكسسبيليتي يعرف يروح معرض؟ انت عندك 13 مليون مصري عايشين بره مصر، هل ال 13 مليون مصري كم معرض هيتعمل في السنه؟ هو ده القصه؟ مستحيل. وده اللي بيحله الكلاب هاوس، اللي احنا النهارده صح. انت عندك، انت ممكن واحد قاعد في بيته ما بيعملش ولا اي حاجه بيتفرج على التلفزيون، الروم دي يخش يسال ويسمع ويستفيد اللي بيحصل في العقارات، ايه الفيوتشر. مش بس كده، ده دي احد ميزات التكنولوجي اللي انت النهارده عشان تعرف تصدر عقار هتصدره ازاي. طب يا استاذ علوي، ازاي جمعت العدد المهول اللي دخل على الروم؟ يعني انا حضرت لقيت رقم. ده حقيقي، هي زي ما قلت لك، هي كانت فيها حته منها صدفه، فيها حته منها صدفه وفضل ربنا سبحانه وتعالى هو كل حاجه، ولكن الواحد عنده علاقات كتيره
برؤساء مجالس ادارات الشركات، سواء اداره الشركات الاستثماريه او التطوير العقاري او او او، فكنت بكلمهم في التليفون تعالوا نعمل ديسكشن ونحاول نفيد الناس. وطبعا انت عارفه اقوى ماركتنج ماتيريال في العالم وورد اوف ماوث، الواحد بيتكلم والتاني بيقول للناس والناس، فبدت الناس تعزم بعض، ولما لقوا ان في فيري جود كونتنت، يعني في ماده قويه جدا بتفيد الناس وبتعلمهم، فبدت الناس تحب تسمع. والقصه اللي انت بتتكلم في ديفرنت سيكتورز سبيسيفيك، العقارات هي بتاثر في اكتر من 300 مجال تاني بطريقه اندايركت، فبدا الناس كلها تشد بعض، والسبجكتس فيري فيها كونتنت، وحضر معانا ناس من اكبر من الخليج، كان بيجي لنا مستثمرين من الخليج عايز استثمر في مصر مش عارف استثمر ازاي، دي كانت جزء من الاسئله، ناس من امريكا عايزين نعمل استثماراتنا في مصر بس مش فاهمين اللوجيستكس ازاي. انا مكنتش مصدق هو للدرجه دي اللي فيه جاب وفيه كميه استثمارات من بره عايزه تخش، بس عشان ما فيش مش عارفه الطريق الواضح. ومن هنا ظهر لنا بدون ذكر اسامي طبعا، بس انا من كبار رجال الاعمال في الخليج ان سبيسيفيك دخلوا وقعدوا يسالوا، كان في منهم ناس كتيره جدا، وبعد الروم كانوا بيبعتوا على البرايفت نعمل ايه. واحنا من هذا القبيل قررنا ان احنا على مدار كل يوم 4 الساعة 9 هنبقى بنستضيف على كلاب هاوس، هتبقى هي الروم اسمها ايجيبت ريل استيت توك، وكل واحده هتبقى بمسج معينه، هنبقى ربنا ان شاء الله يكرمنا هنبقى بنجيب وزراء يتكلموا على قصه، ان ده هو ده لسان الحكومه. انتوا كنتوا عاملين روم الاربع اللي فات بتتكلموا على العاصمه الاداريه بالاخص، ده حقيقي كده؟ الاربع اللي فات احنا كنا جايبين سياده العميد خالد الحسيني، شرفنا في فتره قليله، اتكلمنا على العاصمه وعلى مستقبل العاصمه وايه اللي بيحصل وايه التطورات اللي ممكن تحصل وايه الاسئله اللي بتشغل دماغ المستثمرين والناس اللي عاوزه تعيش جوه، وايه اللي هيحصل في العاصمه الاداريه على مدار السنين اللي جايه، وفكره الدوله المصريه الجديده اللي هتتفتح مع العاصمه الاداريه. كانت سبجكت حلوه جدا ومفيده جدا للناس كلها. ان خلينا نتكلم بواقعيه، النهارده العاصمه الاداريه او المدن الجديده بس بالاخص العاصمه الاداريه واخده اكتر من 60% من مبيعات العقارات في البرايمري هاوزنج، فواخده شغل شاغل الناس، بالذات الناس اللي عايشين بره مصر. فيعني اتكلمنا باستفاضه عن العاصمه الاداريه والبلان بتاعتنا باذن الله، اللي احنا كل اربع زي ما بقول الساعه 9 ان شاء الله هنبقى بنستضيف يعني الناس الكبارات اللي شغلانه في الميدل ايست باذن الله، عايزين نجيب وزراء، يا ريت سياده الرئيس يشرفنا مره يكلمنا عن 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 الدوله الجديده ومصر 2030 ونتكلم على مستقبل مصر، اللي الناس بره عايزه تسمع، جعانه وبتحب البلد، وفي كميه ناس عايزه تعمل استثمارات دايركت انفستمنت في مصر، بس للاسف هي دي الحته اللي ناقصه، ان نوصل المستثمر بالجهات المختصه ونوصل العميل بالمعلومة الحقيقية عشان يعرف يفكر صح، وهو ده اللذاز، وهي بتحسس البني آدم اللي عايش بره مصر، حتى خلي بالك احنا برضو حتى الناس اللي عايشة في المحافظات هم يعتبروا عايشين بره مصر عشان القاهرة كبيرة، فبالتالي التلفزيون والسوشيال نتورك والكلام ده هو ده اللي بقيت الناس النهارده مين ما عندوش تليفون. طب كان ايه أكتر سؤال اتطرح كتير قوي في الروم من قبل الناس يعني؟ اضحكك، العاصمه الاداريه ونعمل فيها استثمار عامل ازاي، وده اللي خلانا اللي احنا تاني روم على طول بعديها اللي احنا نجيب جبتوا مسؤولين في العاصمه يتكلموا عن العاصمه ومش بس كده، احنا جبنا سي اوز الشركات كمان، بعض السي اوز الشركات اللي موجوده في العاصمه الاداريه يتكلموا، يبقى في نقاش موسع، ودخلنا ناس على الروم، ناس طبيعيه خالص تسال ايه وتسال اسئله ما فيهاش احراج. يعني كان الحلاوه برضو الكلاب هاوس ان مش بس قصه لو انسنسر، طبعا احنا بنختار ايه الاسئله عشان ما يبقاش اسئله شخصيه زي نفسهم، فبيبقى في حوار رايح راجع ما بين المسؤول والمواطن، فبيوصل في الاخر ان السؤال ده مش سؤال شخص واحد، سؤال ملايين من الناس ممكن، ودي احد الحاجات الحلوه قوي في كلاب هاوس ان هو لايف. انا لاحظت ان كان في مستثمرين في العاصمه الاداريه بيناقشوا بعض كمان وبيتكلموا عن التحديات اللي بتقابلهم. ده حقيقي، انا تكنولوجي شايف ان الكلاب هاوس والروم اللي انتوا عاملينها دلوقتي ممكن تاثر ايجابيا على السوق. هقول لك على حاجه، احنا نيتنا دي النيه الاصليه للروم، ان هي تبقى اداه في ايد المواطن وفي ايد الحكومه المصريه وفي ايد المطور لتوصيل المعلومه. فبالتالي الروم دي واللي احنا شايفينه اللي هي بقت لسان السوق ولسان العميل، فهي مش بس هتبقى مفيده، انا شايف ان هي ممكن تغير من شكل السوق الاستثماري والسوق العقاري، علشان خاطر احنا جعانين معلومات يا رانيا، الشعب والناس اللي عايشه جعانه معلومات، والحكومه بتقدم معلومات وافيه بس للاسف ما بتوصلش كل الناس، يمكن الاكتر بره.
شفت ناس بره مصر كمان كان سؤالهم لما انا حضرت معاكم كانوا بيسالوا ازاي استثمر في مصر واستثمر في ايه. انا كعميل بسالك النهارده السؤال ده. بصي احنا عندنا حته مهمه جدا في حته الاستثمار. للاسف السوق المصري يعني دومينيتد او محتكر من شركات التسويق العقاري. ودي حاجه مش وحشه خالص، دي حاجه كويسه جدا ما فيهاش مشكله خالص، والعالم كله كده لاند لورد في البلاد والبروكرج سايت. ولكن المشكله النهارده ان في انعدام ثقافه عند شركات كتيره جدا من التسويق العقاري، ودي احد المشاكل اللي بتواجه السوق النهارده. فبالتالي البني ادم اللي بره اما بيقول انا عاوز اشتري، المفروض الراجل المسوق العقاري ده اسمه استشاري عقاري. فالمفروض الاستشاري العقاري يعني انا نفسي ننزل امر وفرمان يساعدك بمعلومه، مش يوديك ناحيه العموله العاليه، مش يوديك ناحيه اللي هو شايفه من عينيه. لا، لازم احنا كجهه عقارات نبقى بنبص من عينين العميل احتياجاته ايه. يعني انا لو في اداء قرار انا هنزل فرمان، ان اي بني ادم قبل ما بيشتري لازم يبقى في كويستشنير بيسال نفسه هو كذا سؤال: انا بشتري ليه؟ بشتري فين؟ بشتري عشان خاطر ايه؟ هل انا دلوقتي بحوش فلوسي ده، ولا انا معايا اكسس اوف كاش كبيره فعايز احطه في حته؟ طب هل انا احسن لي ان انا احطه في التجمع، ولا احطه في اكتوبر، ولا احطه فين؟ طب هل بتفرق معاك لما تعرف سني مثلا كعميل؟ طبعا طبعا. ليه؟ ان خبالك سنك، متجوز ولا لا، عندك كام طفل، طبيعه عملك ايه، مرتبك قد ايه، فبالتالي تعرف تحوش منه قد ايه، الليفل اوف اديوكيشن بتاعك عامل ازاي. في اسئله كتير جدا لازم تتحط لاي بني ادم بيفكر يشتري قبل ما يفكر يشتري. اللي هو ممكن يكون باصص تحت رجليه شايف ان انا دلوقتي معايا شويه فلوس لكن مش عامل حساب الزمن، فبالتالي لا، تعال نقول له لا اقف، انت ممكن تشتري حاجه اصغر من اللي انت حاططها في دماغك عشان دي الانسب. في واحد عنده اكسسبيليتي اوف كاش كبيره، طب ليه تحطها في حاجه برايمري؟ ما انت ممكن تحطها في حاجه ريسيل، واحده واقفه قدام عليك وبتتاجر فيجي لك حاجه اسمها رنت ييلد ونفس يعني في حاجات كتيره جدا احنا بارت اوف الروم اللي احنا بنعملها، اللي احنا نبتدي نثقف العميل ازاي تشتري، تشتري ليه، وليه العقارات هو الاستثمار الامن، وليه لازم نبص نظره مختلفه للعقار، مش نظره يلا انا هشتري وحده وعايز ابيعها كمان سنه، او اللي انا بفكر في الوحده دي ان انا اقلبها بسرعه. الفكر ده انتهى، والفكر ده خاطئ في حته الاستثمار. نظرتك ايه لشركات البروكر اللي بتقدم الكاش باك؟ نظره سيئه الصراحه. ليه؟ ان انت بتضر نفسك، وبتضر العميل، وبتضر المطور، وبتضر السوق. ليه الكلام ده كله؟ فكرتك انت النهارده كمسوق عقاري، انت شغلانتك اللي انت زي ما احنا بنقول توري العميل الاختيار الصحيح الانسب ليه، مش الانسب ليك، ولا الانسب للمطور، ولا الانسب للعموله. هو بيبقى هدفه يبيع البيع. فبالتالي النهارده بقت حرب عباره عن حرب عمولات، فواحد بياخد عموله نسبه كبيره فيروح يضحك على عميل بيقول لك لا تعالى اشتري معايا وهديك ديسكاونت 2-3% زياده. هو ده كاش باك، وده ولا في مصلحه العميل. للاسف العميل ساعات احنا بطبيعتنا كبشر بنحب ناخد تخفيض، تحب تاخد هديه، الكلام ده كله، فبتحس باحساس مختلف. صحيح. ولكن غلطه من العميل وغلطه من شركات التسويق. سمعنا كلنا عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري 30 سنة وبفايدة 3%. رأيك فيها ايه؟ المبادرة دي مختلفة عن المبادرات اللي قبل كده، مش خاطر حاجة، مش قصة ال 3%، هي قصة ال 30 سنة. فانت النهاردة عندك شريحة كبيرة جدا من المجتمع اللي بتبتدي مثلا عنده 20 سنة 30 سنة، هتساعده مساعدة غير طبيعية ان هو يعرف يفضل مستفيد بيها لمدة 30 سنة، عكس بني ادم عنده 50 سنة سن المعاش 60، ولو في القطاع الخاص في شركات يعني وظائف حره 65، فاخره مش هيعرف يستفيد ب 30 سنه. فدي هتحرك، هتبقى محرك قوي جدا للسيجمنت بتاع العمر اللي ما بين ال 20 لحد حته ال 40 او ال 35، اللي هو اتحمسه اللي هو يخش من غير ما يبقى خايف اللي هو عنده فاينانشال بيردن. عشان 3% على حد علمي هي تتم متناقصه، فاللي هي ممكن تبقى 2% زي الحاجات التانيه كانت تبقى 8% متناقصه، فبتبقى 5% على مدار ال 20 سنه. فده هيحسسه ان انت ممكن تمتلك وحده بتاعتك وتدفعها على مدار مده زمنيه طويله، فهتريح شباب كتير جدا، ناس لسه متجوزه كتير جدا. احنا عندنا مشكله في الموضوع ده، اللي احد اسباب الموضوع في الجواز اللي انت مش لاقي سكن عشان تفوت، فدي هتريحك مراحه غير طبيعيه، مش هتدفع غير 20% وتمتلك واحده على 30 سنه. فطبعا ده مؤشر قوي جدا للسوق، وهيحرك شريحه كبيره جداً. ما بتستثمرش دلوقتي طبعاً. ولا بتشتري طبعا. فدي انا متهيألي ان دي وتوقعاتي ان دي بدايه لحاجات تانية كتير هتقوي من السوق العقاري في مصر. النهارده السوق العقاري يوصل اكتر من 18 وفي اقاويل 20% من الناتج المحلي، فده بقى وتد وعظم قوي جدا جوه السوق، فلازم هيواجهه دعم قوي جدا من الحكومه المصريه، اللي هو بيحصل اصلا. احنا بنتكلم
طب هل توقعاتك ان الاسعار العقارات هتغلى الفتره الجايه؟ بصي ده بقى منتشر في السوق كله، هل العمر دايما العقار بيزيد خلاص، ولكن هي الفكره مش في الزياده، هي الفكره في الزياده المنطقيه خلاص. ليه؟ ان احنا بنسمع عن زيادات غير منطقيه وبنسمع عن حاجات مختلفه شويه في السوق، لكن هي الفكره كلها مش فكره زياده. المطور بطبيعه الحال بيزود اسعاره عشان خاطر الراجل بني ادم اللي اشترى من سنه يكسب ويربح، ولكن طبعا العقارات لازم سعرها هيزيد، ولكن ما حدش يحط في دماغه في وجهه نظري انا اللي هو يسمع ان العقارات هتزيد 30%، لا هي هتبقى زياده طبيعيه اللي ما بين 7 لـ 15% المنطقي. ان ده الطبيعي، ان هو عشان كده استثمار امن، هو لو استثمار فيه مره تطلع 30% ومره تنزل 20% ما كانش يبقى استثمار امن. طبعا في بعض الاماكن اللي هيبقى فيها زياده اكبر من اماكن تانية، وده طبيعه الحال في اي سوق في العالم ان في مناطق بيبقى عليها طلب اعلى من اماكن، فدي هيبقى فيها زياده سعريه اعلى. هنشوف مين معاك في الكلاب هاوس الاسبوع الجاي. والله بصي احنا بنتكلم مع حد مفاجاه باذن الله، واحنا مستبشرين خير ان في دعم كبير جدا من الحكومه للروم دي ان سبيسيفيك، وفي توجه حكومي لدعم الموضوع ده اللي احنا نبتدي نوعي وشايفين الافاده اللي بتحصل. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى معانا في المستقبل كل الاسامي الكبيره، مش عايز اقول اسم عشان هو اسم كبير قوي في البلد، فعلشان خاطر ان كيس ما حلفناش احنا الحظ ان هو يبقى معانا، بس هيبقى معانا قامه من قامات مصر والميدل ايست ان شاء الله المره الجايه، وهيبقى السكوب على ماكرو ايكونومي، نتكلم على مصر كلها وايه اللي بيحصل فيها وايه اللي تتوقعه، وطبعا بالاخص على ايه التوجهات للقياده السياسيه في المستقبل، وايه التوجهات وازاي تعرف تبص على مصر في المستقبل. وزي ما قلت يا نفسي سياده الرئيس ينورنا على الروم ويكلمنا على 2030 ومصر الجديده والحكومه وايه اللي هيحصل، كلنا جعانين اللي احنا نسمع من سيادته. اكيد انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في لوكيشن، وان شاء الله نقابلك تاني ونتكلم باستفاضه اكتر عن الاستثمار في العاصمه الاداريه. وانت هتبقي معايا على الروم تتكلمي انا معاكي على طول على طول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد علوي. ميرسي جدا مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من لوكيشن الاسبوع الجاي.